فيديو 6 استعمل البريد الإلكتروني جيميل. البريد الإلكتروني الإيميلات ضرورية جدا للعمل والعائلة والتسوق على الإنترنت. حتى تعمل جيميل بريد، ضع المؤشر على تطبيق الجيميل. هناك كثير من الإيميلات من ناس مختلفة. كن حذر، اقرأ الإيميلات من الناس الذين تعرفهم فقط. لا تقرأ إيميلات من غرباء، امسحها. انظر، إيميل من باب صديق. حتى ترد على باب، اضغط على إعادة الإرسال أو ريبلاي، الزر في آخر الإيميل. الآن اكتب رسالتك، اكتب عنوان صديقك الإلكتروني. الآن اكتب رسالتك. مرحبا عزيزي بوب، العشاء على الساعة 8. ممتاز، تحياتي. حتى ترد على رسالة بوب، اضغط على الإرسال. حتى ترسل رسالة جديدة على كبسة، اضغط على كبسة كامبل. واكتب عنوان إيميل الشخص، وحرك المؤشر للموضوع واضغط على اللوحة. لوحة التتبع أو الماوس. الآن حرك المؤشر إلى التكست بوكس حتى تضغط على المحرك وتكتب رسالتك. اضغط إرسال أحسنت صنعت.